كان عدد المختطفين 30 مواطن بينهم 11 سيدة و18 طفل. في وقت سابق تم إعدام الشاب الوحيد بينهم هو مهند أبو عمار. وحقا أخبر التنظيم عن أعلن التنظيم عن وفاة زهية جباعي نتيجة مضاعفات صحية حسب زعمهم. واليوم الآن إعدام الشهيدة ثروت أبو عمار. فالمتبقي لديهم 9 سيدات و 18 طفل. والآن التنظيم يهدد بتصفية باقي المختطفات لديهم إن لم تتم الاستجابة خلال 3 أيام للمطالب. ما هي هذه المطالب؟ يعني لماذا النساء تحديدا؟ لماذا اختار التنظيم أن يقتل النساء؟ النساء في محافظة السويداء لهن خصوصية. طبعا معروفة محافظة السويداء بموضوع النساء والشرف والكرامة. هذا الموضوع يؤثر جدا على في محافظة السويداء، ولذلك هم اختاروا النساء. ويذكر أن حركة مشايخ رجال الكرامة في السويداء كانت قد أطلقت منذ عدة أيام سراح المختطفين والمختطفات لديها من أبناء عشائر البدو، وذلك كردءا للفتنة وكمبادرة حسنية للتنظيم ليطلق سراح أسيرات السويداء. ولكن التنظيم قابل هذه المبادرة بإعدام المختطفين لديه. وطبعا هذا الموضوع كاقتراح المختطفين في السويداء كان بناء على التنسيق مع وفد عسكري روسي. هل هن علاقة في السويداء؟ طيب اسمحي لي، هل لهن علاقة بالتنظيم بالأساس؟ يعني هل من هؤلاء السيدات من التحقن بالتنظيم، أو له أو لهن علاقة أو قرابة بالتنظيم؟ كان الاعتقاد أن لهم علاقة بالتنظيم، ولكن التنظيم لم يبالي بهم. يعني كان اختطافهم كورقة بيد أهالي السويداء لاستعادة المخطوفات، ولكن التنظيم أيضا لم يبالي.